بابا يخلي نبني. اوكي في اتونسيون ما تبعتش برشا. اي هي جا اليوم هو اخذ هنا هاي هي ضلعي. تعمل هذاك المره اللي جات البنت سيو جيرين ياك تشوف فيك باش يعمل هذا كل كثير جايبينه معانا للبحر. قد اللي على سخنه لحظه برك هذا وبدا يعمل فيهم من تو من البحر كل ما نهزهم معانا البحر يعمل لك هيك تليفونات يا اخي تشوف فيه هو يا اخي جاي معاه هو ولا شنو ولا الحكايه ديما هكا انت يعجبوني كل ما نخرج نعمل فازه ديما الغلطه منك انت اللي جايبينك نحن معانا امزح صاحبك هكا يعمل لا هو مش يا اخي تغري لي انا ديما تعارك فيا انا طفله وانا طفله يا اخي شنو يا اخي تركبوا لي فيها مش نقولوا اعمل غطسه برا طي السناره نار طي السناره اللي ما لوق احفاد طي السناره فاضيينها كم بالسيف ما لعبيها مش انا اخويا تحب خويا نجي معاك ما نجيش معاك امور ما عادش خويا جاي معاك ما عادش جاي معاك يا ودي بيه واسع بالك واسع بالك واسع بالك اللي صار صار اما ما عادش تعاود فزيد الريموت بيه هكا هو ما غير ما بيه بيه ما تفلتهم ليش راني قيلك تو على الاخ اخت نجيب شنو نعمل جو تجي تقلقني قوم عاد جيبوه معايا هذايا بيه مهبول ومقربعه ونعملهم الكل برا عمل لنا حاجه حل لنا الدليعه الدليعه حل لنا هاي الدليعه حل لك سكت اه ولا ما يبوه ايش تعمل يا اخي ايش تعمل السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام. خويا راهي هذه زون بريفي نتاع عائلات راهي. زون بريفي؟ فاش تحكي خويا؟ خويا راهو سمعت اللي فما شوية قلق لهنا. خير البحر نتاع الناس الكل يا أخي أنا شو تعمل في جو ولا مش باش جيت خويا باش نقعد لهنا وكيف قاعد ساكت. بيعطيني بطاقة تعريف. علاش؟ علاش بطاقة تعريف؟ بيعطيني عاش خويا بطاقة تعريف. شنو هو اللي بطاقة تعريف خويا جيت باش تفارق تقول بطاقة تعريف حتى في البحر خلطت عليه تقول بطاقة تعريف خويا راهي خدمتي هذا يعطيني بطاقة تعريف شبيه هذا قال لي خدمتي هذه برا خويا خلينا عامل جواك تشوف فينا يا اخي حتى البيرة ولا حتى شنو هو بطاقة تعريف عاش خويا ما تضيع عليش وقت اعطيني بطاقة تعريف
خويا اكبر شوي عايش خويا راه نخدم في خدمتي وقاعد ضيع لي في وقتي راه مدلي بطاقة تعريف عايش خويا ما عنديش بطاقة تعريف عايش خويا مدلي بطاقة تعريف تعرفش مع شكون تحكي راه انت راه تم عليه خويا ما صار شيء قلت لك بطاقة تعريف برك مانيش عاتيك بطاقة تعريف صلي على النبي يا خويا لا ورد بالك راك ريت خدمتك هذيا تنجم تتعزل منها باهي خويا مدلي بطاقة تعريف لحظة برك خويا هاي بطاقة تعريف شنية كنت شكو وشنية خدمتك مواطن تونسي عندي الحق باش نتفرهد انا واصحابي وعائلتي مواطن تونسي معناتها عندك ساعة تضيع لي في وقتي في الاخر تقول لي مواطن تونسي هكا نحن عندنا حقوق وعندنا كل شيء مواطن تونسي مال عندك ساعة وانت تضيع لي في وقتي في الاخر تقول لي مواطن تونسي ايش شنو ايش هذا شنو هذا يعطيكم الصحة حبيبي اللي عملتوه مع ولدي فريمون والله لنا لحشي غدويكو اما هوكا كان ما جيوش هوما الجبورة اللي تحكي عليهم راه ولدو كل يوم خليني ساكتو كهو هاي لموت باش حتى نحن نمشيو